السلام عليك، والله يمسيكم بالخير. كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. اليوم عندنا قصة فيه رجال تاجر وعنده خير ومعروف المنطقة اللي هو فيها، يسلف الناس المحتاج، يقضي حاجته، وما كان يقصر مع أحد، من جاه ما قصر معه. جاء بعد فترة وجاه ولد، جاه طفل له فترة طويلة ما جات عيال، وجاء طفل. صار وقتها الولد عمره 15 سنة، اتعبت زوجته ومرضت، بعدها توفت. صار ما في إلا الرجال هذا التاجر مع ولده. أخذ له فترة مع ولده. الولد جلس مع أبوه، قال: يا أبوي، أنت لما تجلس لحالك يا أبوي؟ ما ودك تتزوج؟ قال: يا ولدي، أنا ما ودي إني أتزوج وأبهدلك، ولا أجيب لي واحدة تبهدلك. قال: يا أبوي، لا بهدلتني ولا شيء، أنا بقعد بالبيت معاك ولا علي منها. قال: فكر. قال: والله إني ودي بالزواج، لمنك راضي. صار يسأل يشوف، يبغى يتزوج من عائلة طيبة، قالوا لا العائلة هذه. وراح لهم وكلمهم، يوم دروا ان الرجال التاجر هذا معروف، التاجر ذا جاب يخطب من عندهم، هو رجال كبير وعنده ولد، ووافقت على طول. يوم قالوا لها اللي بيخطبها وافقت، ووافق ابوها، ووافق اخوانها، وامها وافقت، حتى الجيران وافقوا. هذه بهارات عاد. وتزوج، وافق وتزوج، ولا عندهم شروط ولا شيء، واخذها وجابها بالبيت، وقال لها: ترى انا عندي ولد بالبيت وحيد الولد هذا. قالت: عادي. ويوم يقول لك طيبة ولا وعادي، ما نخلاف. يوم انها جات اخذت لها 6 شهور، طلع لها صوت، وصارت تزعل على أقل شيء، وصارت تقول: أنا ما أبغى هذا، ما أبغى كذا، وصارت ما غير تهاوش مع ولده. أنا ليش هذا يأكل ويخلي أكله، وليش ما يغسل ثيابه، ليش أنا أغسلها؟ تجي لأبوه وتقول له: خله يغسل ثيابه، أنا ما ولا صحى من النوم، خليه يشيل فراشه. طيب خير خير. ما يعلم ولده، صار يقول لك: لا أكل أكله، يقول هو يشيل عنه، ويقول لك إذا صح من النوم شال فراشه لفها لبو حطه على جنب، وثيابه إذا صار مو موجودة الولد راح غسلها أبوه. يعني شوي لا زاد أمرها الزوجة دي، صارت على الأقل شيء تتكلم على الولد. جاء يوم من الأيام قالت: أنا يا أنا يا ولدك، ولدك أنا ما أبغاه بالبيت، أنا ما بيه. قالت له: خذه وحط له، حطه في بيت الحالة، أنا ما أبغاه معي. ومنها كلمة ومنها كلمة، وخذت أغراضها وخذت ملابسها وراحت بيتها هذا. وخذت لها شهر شهرين، وطلع بالسوق ويلتقي مع أبوها: هاي أبو فلانة، وشلون زوجتي تجي ولا؟ قال: لا زوجتك ما عندها شروط، ولا تبي تجي إلا شرطها أنك تطلع ولدك من البيت، تخليه في بيت الحالة، ما تبي تجي إلا عندها شروط، نفذ شروطها. قال: خير إن شاء الله. وراح البيت مضايق من صدره، وجالس مع ولده شوي، قال: بطلع بشوف واحد من أخوياه، من أخوياه المقربين. راح له وجلس معه، وخويه ذا على قد حاله، جلس معه وتعشى معه وجلس يسولف معه، وقال له: أنا سالفتي كذا، عندي زوجتي هذه بهدلتني،
أول يوم جبتها طيبة، والحين لها 6 شهور، أخذت 6 شهور صارت تتكلم على الولد، ولا تبي الولد ولا، وعلى أقل شيء ليش يسوي ليش يفعل، وخذه وحطه ببيت الحالة ليه؟ أنا كذا صار يقول ما قال له شيء ولا عقب الموضوع ولا قال له شيء، يقول لك تعشى الرجل هذاك وراح. يوم جاء من اليوم الثاني والثالث قال له الرجال هذا، أرسل ولده اللي على قد حاله، أرسل ولده له الرجال التاجر، قال رح له وقل له سلم عليك أبوي، يقول لك عازمك على العشاء وبعد المغرب تكون عندنا. هو راح له الولد وكلم التاجر ذا، قال أبوي يسلم عليك ويقول لك عازمك على العشاء وبعد المغرب تكون عنده. المهم قال خلاص خير إن شاء الله، وقال تجي أنت وولدك. جاءوا مع ولده وراحوا له بعد صلاة المغرب اليوم الثاني. قال لا، يقول يوم راحوا له قال المؤذن المسجد والإمام وجيران لهم وناس يقربونهم اللي عمه واللي خاله واللي يقربوا جالسين. أي شوي إلا قالوا ترى راعي البيت هذا اللي على قد حاله، قال شوف يا أبو فلان، يقصد التاجر، ترى أنا بزوجك، عندي أحد بناتي أبزوجك إياها، وأنت رجال كفو وتستاهل. أنا مستغرب، هل علمني ولا شيء وجمع الناس أنا مسكت ما قال شيء، أخذ ولده وطلع به برا. قال يا ولدي هذا جاء لعلمنا ولا شيء وجاي بيزوجني. قال يا أبوي يا أبوي أنت عارف الرجال هذا، الرجال هذا رجال كفو ويعزك ويحترمك ويقدرك وعارفه أنت، إذا جاك الخير يا أبوي وافقه، خلاص جاك الخير لعندك وافق يا أبوي، ما دام ان المرأة ذيك انت وياها مشاكل وجاك الخير فاخذها يا ابو. قال شورك، وراح لهم ودخلوا، هم راح لهم بالمجلس وجلس معهم، قال خلاص تم موافق انه وملك وذا وتزوج وخذها من يوم الثالث ولا الرابع، أخذها وجابها البيت وأخذ الموضوع على البنت هذه زوجته الأولى، أخذ بعد 2 شهر يعني صار 4 شهور ما جات البيت. يقول لكلها انبسط وشاف البنت هذه أجودية وشايل البيت شيء، يقول من أجي من العمل من المحل إلا هذه تستقبلني، والولد شايل الولد شيل ولا ترضى عليه، وأكله جاهز وملابسه يتغسلها. يقول شاف شيء ثاني، ما يقول يوم خذ 4 شهور أو 5 شهور كذا على زوجته الأولى. إلا جاي أبوها قال البنت تبي ترجع لك وما بدون شروط ولا تبي شيء، يدرت انه تزوج. قال اي شروط، ما شروط الحين تقولون انها عندها شروط؟ قال لا بدون شروط تبي ترجع. قال شوف يا ابوي، انا اللي ما يبي ولدي انا ما بيه، وبعدين انا خلاص طابت نفسي ما عاد ابيها. وهي طلعت من البيت وانا ما عاد ابيها خلاص. المهم يقوم يطلقها بالثلاث. المهم قال انا ما عاد ابيها خلاص، راح
وطلع عمه ومشى.